السلام عليكم يا شباب، كيف حالكم؟ أتمنى أنكم بخير وبصحة جيدة. اليوم شباب جد أتكلم معكم عن بعض المواضيع التي تخص القناة، تخص اليوتيوب عامة. فأبدأ بسم الله ورد الله أن أبدأ كلامي. فشباب، بعض التجديدات التي قامت بها اليوتيوب، فإن بعض التنبيهات قد أزيلت، يعني أن عندما تبدأ القناة تفعل زر جرس التنبيهات، فإن الزر ذاك عندما تعود للقناة نفسها لن تجده مفعولا، لأنها بعض التجديدات هذه لقد صار إليه يعني بعض الأشياء فقد ألغي تماما، يعني أن بعض القنوات التي أنت مشترك فيها لم تصرف إشعارات الفيديو التي تنزلها. يعني عليك الذهاب إلى قناتي وتفحصها، وعليك أن تضغط على جرس مرة أخرى، وذلك الذي يحدث في قناتي. فأرى أن قناتي أصبحت يعني عدد المشاهدين قلت أكثر، فهذا أظنه بسبب زر الجرس الذي لم يعد يتفاعل أكثر. فعليكم جميعا زيارة هذا الفيديو أن يتأكد من كل قناة اشترك فيها، ويتأكد من قناتي الذي يرى هذا الفيديو ويفعل جرس التنبيهات مرة أخرى. وشباب، قد لاحظتم أنني بدأت أنزل بعض الفيديوهات كفيديو جراندي، وهذه اللعبة شباب موجودة في الأندرويد والآيفون والإي أو إس، فهذه شباب متوفرة في أب ستور وبلاي ستور، يعني في الهواتف عامة، الآيباد والتابلت ولا آخره. فهذه شباب لعبة مجانية وممتعة في نفس الوقت شباب، لها أسرار وخفايا عليك، فقد قمت أنا باستكشافها ورأيت، وأريد أن صراحة أن أنزلها لكم. فقمت بتنزيل ذلك أول فيديو، ولقد يعني كان يعني جعلته مضحكا، وهو لعبة رعب لكنني جعلته مضحكا. ولقد عندها اكتشفت جريتش، يعني وهو كما رأيت أنها عندما تأتي لذلك المكان لا تتحرك، لا تصبح يعني مخيفة، فيمكن التحرك في البيت وإلى ذلك. فيا شباب، ذلك كان أول فيديو لقد رأيت فيه دعما، لا الصراحة لقد رأيت فيه دعما، أكيد أنه أعجبكم. فإذا أردتم هذه يعني المقاطع المضحكة والجميلة، فما عليكم إلا أن تضغط أن تنزلوا الآن إلى التعليقات وتكتبوا لي نريد هذا، يعني مثل فيديو جراني إلى ما يعني فيديوهات مضحكة إلى آخره. وإذا يا شباب رأيتم أنني نزلت فيديو ثاني عن GTA 5، وأنا صراحة لا ألعب GTA 5، لكنني أحب أن أتعمق فيها وأرى أسرار والخفية الموجودة فيها. فقد قمت بتنزيل فيديو، وكان ذلك يعني أول فيديو لي بفسر لكم خفايا وأسرار بعض من ألعاب GTA 5، موجود في GTA 5. آسف لأن العربية يعني نازلة قليلا، فعلينا التمرن أكثر لأقدم لكم بجودة عالية. فنكمل يا شباب، فإن ذلك الفيديو يتحدث عن شبح جوني، وهو جوني شخصية موجودة في GTA 4. اذهبوا إلى روكستار واكتبوا GTA 4 جوني، ستجدوا صورته كل شيء، وهو مجرم قاتل موجود في GTA 4. قد وجد أيضا في GTA 5، لقد قتله تريفر بسبب معين، وهو سأشرحه لكم في إذا قمت فيديو آخر. ولكن قتله، ولكن كما رأيتم في ذلك الفيديو، وذلك الفيديو قد استعرت منه لقطة، ليس الفيديو كامل، قد استعرت لقطة، تلك اللقطة هي موجودة في أحد الفيديوهات لأحد اليوتيوبرز قام باكتشاف هذا الأمر السري. قد أخذته ورأيتكم إياه، أنه يظهر في الساعة 22 دقيقة في GTA 5 في الليل في تلك المنطقة، ويهاجم تريفر ويقتله. فقط إذا أعجبتكم تلك الفيديو يا شباب، فعليكم أن تكتبوا أيضا في التعليقات أتريدون يعني أسرار وخفايا عن ألعاب، ليس لعب GTA 5 فقط، بل GTA 4 GTA 4 5 وألعاب أخرى مثل FNAF يا شباب، Five Nights at Freddy's، ومثل جران يا شباب وإلى ذلك. وفقط يا شباب، أشكركم على دعمكم المتواصل والتعليقات التي تكتبونها لها، تلك التعليقات تجعلني أتحمس وأتشجع في نفسي، وأقول هيا كي أنزل هذا المقطع وأريهكم إياه. فقط يا شباب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.